السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة الشرقية، محبي برنامج كلام الناس، حياكم الله ويا هلا بكم. نحن الآن مباشر على الهواء في بغداد الحبيبة جراج العلاوي، نلتقي مع أهالينا وننقل لكم الواقع كما هو. حياكم الله بدون رتوش وعلى الهواء مباشر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أغاتي الله يسلمك. أنا من بغداد مدينة الصدر. والنعم. الله يسلمك. لا جابك هنا بالعلاوي اليوم؟ والله كانت عندي هنا عندي مشكلة، أنا جاي أروح لهيئة التقاعد. إيه؟ على مشكلتي أنا صار لي تقريبا 6 أشهر أراجع على أنا ضحايا إرهاب، عندي نسبة عجز 60%، فوصلت معاملتي وكملتها وهاي، فصار بيها غلط، من رجعت الغلط كملوا لي إياها، رجعوها النوب لمؤسسة الشهداء. اي ايش يردون من عندها؟ يردون من عندها موقف الامني. هذا الموقف الامني احنا لا ارهاب، لا احنا ضحايا ارهاب. على شنو الموقف الامني؟ وهي وصلت اللجان التحقيقيه والامن الوطني وكلها خلصت، هسه رجعوا وقالوا لنا انه موقف الامني. فاحنا نطالب من رئيسة مؤسسه الشهداء ومن هيئه التقاعد استاذ احمد بان يسهلون الامر، ومن عندكم توصلون صوتنا. زين، هي هسه مشكلتك انت متعلقه بالتقاعد حصريا لو بمؤسسه الشهداء؟ بالتقاعد حصريا. يعني هي رجعوا جواب من مؤسسه الشهداء؟ هم رجعوا المعامله هسه الاضباره مالتي رجعوها لمؤسسه الشهداء، يردون طلب من عندهم الموقف الامني. هاي ترجع لنا وش يسوون المؤسسه؟ رجعوها للسنك المحافظه مال اللجان التعويضيه هيجي. فاحنا نطلب احنا قبل ما نطلب احنا خلينا نكون عمليين، احنا ناخذك ويانا، احنا ناخذك ونروح للتقاعد. الله يسلمك. وتحياتنا للاستاذ احمد الساعدي، رجل متعاون. وبالامكان احنا قبل فتره رحنا صورنا حلقه يمه وحلينا المشاكل، اذا كانت القضيه متعلقه حصرا بالتقاعد احنا نساعدك، بس اذا بمؤسسه الشهداء لازم نراجع هنا وهناك. طبعا هي هم سووا، فمن شافوا الاضباره قالوا الموقف امني ما بيها، فاستووا رجعوها الاضباره كلها وين؟ رجعوها لمؤسسه الشهداء. فمؤسسه الشهداء لما رجعتها الفرع تعرف يعني افرع بيها، الفرع مال مدينه الصدر. اي فهاي لازم يرجعوها انه مدينه الصدر لمن؟ للسنك. وهاي صار لي تقريبا فوق ال6 أشهر ب6 أشهر. اطمن احنا ناخذك وممكن تفضلي يمه، تفضلي تفضلي حياك الله، خلي رقمك وكتب تقاعد. السلام عليكم. الله يسلمك. كيف هلا بك؟ الله يسلمك. مين انت؟ والله انا من محافظه الفلوجه، بس كنا نازحين هنا منطقه الكرخ. شلونها فلوجه؟ الحمد لله رجعت زين. انتوا سباقين هنا ولا رجعت؟ انا رجعت من شهر 1، بس زوجي استشهد بالتقاعد 30/5 برمضان عام 2017، ولحد الان انا راجع وما ارتعد كل شيء، واعدون بي اشهر، وانا عندي تامه 5 بنات وولد واحد مريض. يعني انت مشكلتك هسه متعلقه بالمؤسسه الشهداء؟ اي نعم، وانا ما عندي كل مصدر معيشه عدا اللي اريد التقاعد مال المرحوم يطلع، هو كان كاسب لا موظف ولا راتب الحكومه. صح. اي نعم. خلي رقمك في مؤسسه الشهداء. هاي عندي. نايم الاستاذ حتى احنا نتواصل وياك ونشوف شنو ممكن احنا نقدر نساعدك به. حاضرين. اي نعم، وانا اي اشكرك يا عمر. منو انت؟ ام عبد القادر. اي والله هو هالواحد ومريض وما عندي غيره، هو المعين مالتي. حتى لو اي الله سبحانه وتعالى هو المعيل، ولكن حتى لو انت مقتدره عندك امكانيه عندك فلوس هذا حق. استشهد حقي، واستشهد هو زوجي ومجرد كاسب وبرقبتي بنات وهذا ولد اراجع به مريض مدينه الطب علاجه. مراجعه كل شهرين رنين، هسه كل 6 أشهر سواليه دكتور خضير المسؤول على الجرعات مالت الكيماوي، وهسه عنده يعني هم تعد يشكي من راسه، بس والله ما عندي حتى في سبيل امشي بيه وراجع بيه. حقك. لا اكتبوا لي يمك مؤسسه الشهداء وحتى احنا نروح نراجع، شوف شنو المشكله. المشكله تعد يوعدوني كل شهر يقولوا لي هذا الشهر، حتى هسه رحت قالوا لي مو هذا الشهر، تعي بعد شهر بعد شهرين، وشلون؟ ما اعرف، هي الوحيده معاملتي اللي معرقله. ابو من تحياتنا الفلوجه، سلمي لنا عليها. يمتى ترحين؟ الله والديك. يمتى ترحين الفلوجه؟ الفلوجه احنا يعني احنا روحان اليوم ان شاء الله العصر. ان شاء الله. كل الزين. رجعت احسن بعد من قبل. والله. والله والحمد لله. سلمي لنا عليهم هو. الله يشكرك يا حبيبي، الله يسلمك. مشكوره مشكوره. هلا عمي، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله استاذ علي، حياك الله المعلم. حياك. مين انت؟
انا من اهل الرضوانيه. شلون اهل الرضوانيه؟ والله زين الحمد لله. وش الحمد لله. شلون الوضع بيه؟ والله الوضع زين حيل. والخدمات؟ والله خدمات يعني ها معك كهرباء ماكو. اي والله كهرباء ماكو والله بالله كهرباء يعني بشكل ماكو. تفضل عمي. شو مشكلته؟ مشكلته الشخصيه اني يعني ابني مسفر عن طريق مستشفى الشهيد عدنان مال الجمله العصبيه. زين. سفروني للجان واللجان سفروني فروني كل مستشفيات العراق الجمله العصبيه. قالوا ابنك عمليته معقده وما يقدر لازم يسفر خارج العراق. زين. وصار اليوم اكثر من شهر العاشر صار لاكثر تقريبا من تقريبا 10 اشهر ونص او 11 شهر. والفايل ما التقارير كلها موجوده بمدينه الطب. وكل ما اروح لهم اثناء اجابه اثناء اجابه ما افتهمت اي شيء. وابني مع دماغه قام يكبر من قدام ومن ورا ما يكبر وايديه ورجليه فعمليته معقده. رحت لل رحت للمكاتب البالحارثيه رادوا من عندي بس عمليه راسه دفترين عدا الطيران ورحت وجيت وانا امكانيتي ضعيفه كلش يعني ما اتمكن الم لي 5 ملايين او 4 ملايين ما اقدر ورايد مساعده الله والدكاتره لا اكثر لا احنا كثير من مسؤولين ومن دكاتره وماكو يعني ما ادري شلون الانسانيه لونها حمر اصفر اخضر بالعراق والله ما اعرف يعني هذا ابني عمره سنه ونص يعني شنو الانسانيه والله ما اعرف ومسفر والتقارير وكل المستشفيات 5 مستشفيات قالوا احنا ما نقدر نسوي له عمليه معقده يحتاج الى عمليه فوق 3 عمليات كبرى فوق الكبرى فاني اب ومن حقي أن أركض ورحت وجيت وأريد أقدم شيء لابني ما أقدر وأناشد الدكتور سعد البزاز حتى لو يطلعني على حسابه وأنا أدفع له على شكل أقساط وأي مسؤول يطلع ابني على حسابه أنا أدفع له على شكل أقساط. وش قد تكلف العملية؟ العملية رادة ومن عند المكاتب دفترين بس فتح راسه أنا رحت وجيتي بالهند ورحت للسعدون على المستشفيات بألمانيا نفس الشيء فتكلفني ما يقارب الأربع دفاتر أو أكثر عاد روحت وجيت ولازم أقيم شهرين هناك خارج العراق وأنا عندي التقارير تثبت هذا الشيء بأن مستشفيات العراق من الجملة العصبية كلها تثرى وما أعرف شنها التأخير. شوف عمي أنت خلي رقمك هنا أنت ناشدت وليستجيب نخابرك وإذا ماكو استجابة حول هذا الموضوع اللي تعرف المبلغ عالي يعني 40,000 دولار أنا حسنا يعني نص القيمة أي. اللي يساعدني مقدر أقدر أي. فأحنا شنو نقول؟ نقول نروح للجان نفسها عسى ولا خلي رقمك كمل استاذ فرصه سعيده شكرا تفضل اخوي تفضل السلام عليكم تعال منا هلا عمي شلونك تعال تعال بدي احكي وياك انت مين انت من ابغراد والنعم جيناكم جينا عجبت لنا مره شنو الوضع والله حاليا الوضع زين مستقر الامان كلش حلو جيد القوات الامنيه يعني حتى الخدمات زين لا بالعكس خدمات كلش حلوه والله بس يعني تعرف انت لحد الان لا مجاري ابو غريب مجاري شويه تعبانه ولا باقي الخدمات زينه على كل حال يعني الوضع ماشي تمام الحمد لله شدك هنا اليوم والله جاي للشغل الجنسيه مال الكراده محتاج شي بيها عندي مال المراجعه مال وفاه مال والدي الله يرحمه يرحم والديك تريد نساعدك حاضرين خابر لك احد بالجنسيه اقول لك منو بس دا اريد اعرف اني مقدم على هاي مال الرعايه الاجتماعيه صار اكثر من تقريبا بال 2015 شنو شغلك انت؟ كاسب كهربائي اشغل كهربائي اعمال حاره من 2000 يعني هم اصلا ما عندهم تخصيص من وزاره الماليه صار سنتين ما عندهم تخصيص ناس قدمت وياي واستلمت قبلي يعني قدمت وياي واستلمت قبلي كل ما راجعنا في الاسبوع راجعنا في الشهرين في 3 اشهر وما اعرف شنو التلكو هذا ما اعرف صح اكو بطء بالعمليه بسبب التخصيص المالي من وزاره الماليه من التخصيص المالي للعفو لوزاره العمل الظاهره الشكل يعني الظاهره كويس احنا متابعين رحنا وشفنا كثير من الناس مقدمين بس اما منو قبل منو هذا بعد ما اعرف اكيد واحنا نود انه تكون تشرفونا بزيارتكم المكرره لبغداد ان شاء الله وهو كذلك قريبا فرصه سعيده فرصه طيبه شكرا السلام عليكم شباب تعال تشتغل هنا بالامانه والله بيسع يا ساعه من 5 لل 12 5 الفجر والله جوين اهلك بالمحموديه انت عقد تعيين اجور اجر يومي يومي 10 ويكروا 3 ذب يوميا ونرجع نروح وشنو شغلك هنا وين بالعلا هنا شنو الشغل هو كالناس اريدك يعني
توصل رساله للناس، انت تنظف وتتعب وتجي من الفجر ما تنام لك كم ساعه، ويجيك واحد بطران يفتح الجامع ويذبل البطران. ترجع من التاكسيات يشمرون بطاله، هذا الازدحام يكون شويه يخففون من عنده. ومو بس بالتاكسي، جاي يقول لك كل واحد بسيارته يفتح الجامع وذب البطل. ما يدرك واحد هنا يجي واحد عليه يعاقبه ويجي حاسبه، وتعال انت ليش ما شلت هاي وليش حطيت هاي وليش خليت هاي، وما يدري هو المواطن. يعني هو النظافة لازم انا وياك نساهم، هذا بلدنا. صحيح صحيح. هسه انت فوق ما الضيم، انت لا يعينك، صار لك جد موظف؟ صار لي هواي والله، تقريبا 9 سنين هيك، تقريبا هواي يعني 9 سنين. اي هيك تقريبا. انت 9 سنين ما سووك عقد ولا سووا لك تعيين، اجر يومي مو صحيح؟ وفي اي لحظه يقولوا لك الله وياك، الله لا يقولها، ويجيك واحد ويخرب وهذا وبالتالي احنا نلوم المسؤول. هو احنا ترى احنا هم بينا الصوج، ولا هذه بغداد او باقي محافظاتنا او مدننا، لازم نساهم بنظافتها. لازم هي صحيح. يعني انا وانت هذا يقول شي علي وهذا مالي غرض وهذا كذا. عموما الله يوفقك، بارك الله بيك، وانت نموذج محترم نفتخر به، طالما انت تساهم بجمال بغداد ونظافته. انت انظف وانقى من كثير ناس يدعون نظافه ويدعون دعم العراقيين. والله ودك انا اشكرك. السلام عليكم. انا عندي شكوى، صار لي 6 سنين بهذا البلد، يعني وباوعته هواي وكل شيء ما باوعت. اعطوني جواز ينوب حتى فلوس سيارات، يعني واجره ما انطوني. هاي هنا علوم الفضاء كلها مشدوده هنا عندي بالرجل، وهناك انا بمنطقه كويريش، ايش قد شافوا العالم، ايش قد حطينا فلاشات، ايش قد رفعنا هنا اسلحه دمار شامل للبلد، 2 اسود رفعنا، ايش قد فلوس هذا؟ بس ارد اسالك، اذا يجيبون باتريوتات من الروس ايش قد سعرها؟ وهمين يشعلون البلد بي. لحد الان هاي هنا موقفين قنابل، ليش هذول ما ينطونا فلوس ونروح؟ انا عندي هناك حتى فلوس بالخليج، وعندي اقارب وما يخلوني امشي. زين يعطوني جواز يسوون كلاوات. هاي انا صار لي 6 سنين طبيت البلد، وزني 125، شوف هسه ايش قد وزني. ليش هذول ما ينطوني فلوس؟ فلوس شنو مدافع؟ يعني فلوس ليش ما ينطون؟ هاي الحكومه قاعده هنا ما يعرفون بالسوالف، من كنت برا يدفعون علي فلوس يرجعوني لي جاي. 19 دوله طابان. زين وعندي حق قبل حتى وثيقه سفر بريطانيه انسحبت هي وما سائل عليها، بس ارد اشوفك يعني ما يعرفوني. كل هناك الكاميرات سولفنا وياها، صار لنا كم سنه 2 اسود. تعرف شنو الاسود؟ هذا الاسود اسلحه يسحب الناس كلها يشعلها شعل. خلصنا البلد من الاسلحه وما انطوني ولا درهم. تروح تسولف وياهم، زين اذا انت ما تصدق بي تعال جيب الكاميرا بالليل هناك وتعال شوف انا شنو يجي مراسي بالليل. تعال شوف ايش قد جندي يجي هناك وكله شايل اسلحه ورافع اسلحه. زين البلد هذا منو اللي باوعه؟ منو اللي طرد الامريكان وطرد السود وطرد الدنيا ولا وما انطوا ولا درهم؟ زين انا حاطيني بمكان، بس اسمع، مكان كله يسوون اساءات للكبار، يصحوا له هيكل. تعرف شنو هيكل؟ هاي علوم فضائيه يجيبون كله من هذا الاسود مال هذول حشاكل قبل الانجاس اللي راحوا، يحطونه بالبيت كله يسوي شي تايم يسوي شي تايم للكتاب ومولانا رسول الله ورب العالمين. انا مرتين شاليني بالكهرباء ساعه هناك يعذبوني مخرج بغداد دفاع 85، شالوني هناك على طريق القرمه ساعه كامله بالكهرباء يعذبوني. من رخصتك عمي انت وين كنت تقول قبل 6 سنين يلا رجعت؟ وين كنت مسافر؟ كنت انا عايش برا. وين برا؟ بريطانيا، المانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، كلها عايش. زين وش في جوازك؟ هسه ينطوني جوازي وما ينطوني عيشتي. زين انا هنا مخلص البلد من اسلحه دمار شامل، ليش هذول؟ انت موظف؟ موظف؟ لا مو موظف، من مواطن عادي. شلون خلصت؟ خلصت هاي عندي قلوب ضوي هنا وعندي جند التعامل وياهم، هذول كلهم جند الفوق. زين وهذول صاروا لهم سنين يعرفون شنو اللي يشوفونه؟ ما يعرفون شنو هذا مذكور بالكتاب. هاي بسورة ياسين. نعم نعم، تحياتنا لك عمي. ما يخالف حبيبي، لازم توصل لي الرسالة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أمام الناس والجماهير، هذا تشوفه، هذا في زمن صدام خرج بيه دكاترة، وهسه أخير بيه دكاترة من الناصرية قضاء الرفاعي على 6 بنات و4 خريجين قاعدين، ولا واحد متعين لا من البنات ولا من الولد. أنا المتقاعد هسه جايبه للدكتور، الدكتور عياد إبراهيم هنا هسه جاي البارحة من بريطانيا وهسه جايبه، وهاي العلاقة الأدوية ما عندي، ما خليت شي بالبيت ما بعت لهذا المسكين. شبيه بيه هو عمي؟ عنده شلل بالدماغ وضعف بخلايا المخ، بالك يمين؟
فما إلى علاج، وكل علاج والله العظيم حتى الدجاجات بعت مليون، العلاج هسه عجيبة مليون، ما خليت شيء، ما خليت واحد ما رحت ليه، شنو ذنبه على أربع بنات خريجات وأربع خريجين قاعدين بالبيت، ما عندي بس التقاعد، والتقاعد ألمك الأربع أشهر خمسة أجيبه هذا علاج هسه بعد ساعة أجيبه. زين عمي بس سؤال. إي تفضل. تعرف مرض الشلل من الأمراض الصعب علاجها. صحيح. يعني شنو ممكن واحد يقدم علاجه يعني بس شلل؟ بس اسمح لي، هذا رجعت بي بالبصرة أول مرة، وبعدين عند دكتور عياد اليوم يجي من بريطانيا. يقول إذا عمره أقل ال 17 يستجيب للدعاء، فأنا صار 3 سنين ما خليت شيء ما بعته. أجيبه أقل ال 17، كان يزحف، هسه نعمه يمشي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولذلك ما خليت شيء، وأربع خريجين قاعدين الله وكيلك. بنات وولد زين، وما عندي يا منطقة عمي يعني بالرفاعي قضاء محافظة ذي قار. والنعم والنعم، انا غابش وحق رسول الله صادق. والنعم جيتي هسه شفتكم هنا. اي ما راجعت مسؤولينك بالذي قار؟ منو المسؤول؟ واي عندكم مسؤولين هنا بالحكومة؟ كلهم ما يسوون شي ترى، مركزية ومحلية. والله ما يقول مو يمنا عمي، مو يمنا احنا، مو يمنا شنو نعين لك الخريجين؟ ماكو تعيينات. شو اقول له؟ اقول له عمي بس التقاعد، وكل شهرين والله العلي العظيم 800,000 اجيبهم للدواء. زين ما يعني شو اسوي؟ بس عاوزي احط لي بسطيه واقعد، وانا بالجيش كنت متقاعد نائب ضابط. الله شاهد وحق هذا اللي رفع السماء. ان شاء الله الشفاء العاجل يا ربي، وان شاء الله يتعينون ولدك ان شاء الله. امنيه الجميع ان شاء الله. شنو امنيه الجميع؟ تعيين، علاج اولادنا وامهاتنا، والامن. يعني هذول متطلبات حقيقيه ولازم تكون عند كل مواطن، ما طلبنا المستحيل. صحيح. مو صحيح؟ صحيح. شنو واحد يعني يريد بس علاج ابنه يعني؟ مشكلة؟ لا والله ماكو مشكلة، بس وزارة ومخصصة ومالية وفلوس وشركات شوف حالة يعني، وبالدماغ ما إلى يعني بالمخ. مشكور. يلا صحة وسلامة. شلونك؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله. ما شاء الله مثل الورد. زين زين. شو اسمك؟ سجاد. سجاد على راسي، شرفتنا. أشكرك. سلمنا على الرفاعي كلهم. أشكرك. اهل الناصريه على راسنا. السلام عليكم. هلا يما، اخرناك. ولا يهمك امري. من وين؟ من وين؟ انا بغداد العامريه. بالعامريه والله والنعم. يمتى نروح للعامريه؟ استاذ فضل عمرك جايتك، بس اريد من يمك يوصل الاستاذ محمد الحلبوسي محافظ الانبار. أيش. محافظ الرمادي، دائره التعويضات مالت الانبار اللي ضيعوها 7 مرات الكتاب. انا عندي بيت بالفلوجه 7 مرات ضاع وسويته من جديد، لكن مع هذا تعرف شردون واحدة من الاثنين وعيونك، خلي يسمعني هو كل زين، لو عرض لو فلوس، لو عرضك يساوموك لو فلوسك. من يقول لك؟ بالدائرة أستاذ، لو عرضك لو فلوسك هذا الشيء أنا ما قبله، لأن أنا بنت العراق وأني أم أبيار. على راسنا شرف. اسمعني ابني، بس حتى أي واحد وصل، حتى السكرتير أبي وصلني يقول لي ما عنده ما عنده وقت، ما عنده وقت، لا عنده وقت، ويقدر يطلع ويقدر يشوف، حتى بوقت أني. منو ما عنده وقت؟ على أساس ما عنده وقت المحافظة يروح يشوف ال. من هو المحافظ؟ محمد الحلبوسي. ليش ما عنده؟ ليش ما يخلوني اطلب له؟ ما يخلون احد يسوي، يجون يعاملونك ايش قد تاخذ فلوس ايش قد تسوي حتى تطلب انت، وعندي ادله عليهم وعندي. وهاي بنتي وياي شوفها متى تطلع ارجوك لا تطلعها. زين هاي بنتي وياي على الطفل يسوم عيب عيب، خلي العيب. يقولون احنا اليوم عندنا عقل، العيب وين صار؟ بس قل لي خسي يخسي اللي يساوم امنا العراقيه. اسمعني انتبه، قل له وشوف. مو بس انا ابني، ترى الكل، ترى الماخذ لو فلوس ماخذين من عده. لو تسمع الثانيه ايش قلتها، وانا ثانيا ما عندي عده فلوس تطيب. خليها على نفسك ان اكمل. مو بس خلي لا يريد محمد الحلبوسي قابلني، خلي قابلني. ما رحتي قدمتي؟ شنو مشكله؟ المحافظ، المحافظ هو صديق المواطن، يلتقي به يوميا، لان هو خدمات. شنو علاقتكم هسه الروحانيه؟ كل اكو عنده مكتب، مو ما حد يخلوك تفوتي له، وعنده مكتب. ليش ما يخلون احد يفوت؟ خلوا كل طين فلوس قد هرين طبقه. شنو يعني ابو ايه تاخذ رقم المره هنا؟ احنا نتابع القضيه. هاي وحده، اسمع هاي وحده. شرف شرف امهاتنا. الله يحفظك، الله يحفظك يرعاك. ثانيا عندك نقطه اثنين، شو اسمه العبادي. الله العبادي مو انت قرار للبيوت للمحافظات يعني المنكوبه ما عندهم تعويض، ما عندهم سموها هاي يعني ياخذون فلوس من الواحد المؤجر من التجار من هذه. اني اروح انطي ضريبه كل سنه، كنت ادفع ضريبه
لكن سنه 14 15 16 17 18 المفروض ماكو ضريبه لان البيوت كلها واقعه وماكو. يقول لا كتاب ما اجى ومشكور الف شكر الى انسان طيب وشريف واستاذ سامي وغيره هذول بداره مال الضريبه، لكن غلط ياخذون يعني الفلوس. ياخذ جيب لنا كتاب من رئاسه الوزراء، انا اروح رئاسه الوزراء يطببوني بوعي بشكل يطببوني؟ ليش بي شكل شتي غير امراه عراقيه مواطنه نفتخر؟ عرب دا اقول لك واحده من الاثنين، اي مواطنه عراقيه انت تقول لي تفوت، اي واحده من الموجودين هسه تقول لي يفوت، دا اقول لك يساومون لو عرب لو فلوس. ولنا خلي يسمع الحلبوسي، واذا ما يسمع خلي قاعد يكمل. لا امي خلي رقمك هنا وننتظر توضيح بهذا الشان. ام تعترف امام الكاميرا بانها تتعرض لو فلوس، اختار انت تتعرض لمساومة علنا. ما من الممكن ان تتعرض امهاتنا الاعزاء وهي تطالب بحقوقها. عيب، تعرف شنو العيب؟ يعني العيب العراقيين حطوه ومسحوا كذي، يعني يا دائرة طب لها انت هسه تقول لي ما جت، هسه انا جاية تعرفين هي انا هسه مو بالعلاوي؟ امشي جاية هسه يقول لك ما جاية الرقم والتاريخ، يعني انت من وصيت؟ تعي ماما، لحظة علي، بس اعطيني لا اعطيني بس هلا طلعها اعطيني الرقم هاي الفيس اسمعش بدون ما شوف اي هاي رقمي 17 منشورة يقول لك ماكو محافظ بغداد. انا طبيت له نائب المحافظ سيد عباس اختي بعد ما جتي، استاذ حامد السيد حامد يقول اختي بعد ما جتي، لعد اني من يوم 29/5 لحد الان تضحكون علي؟ انت عارف اني مره رايحه رمادي رايحه بغداد سيارات كراوي، منين اجيب هاي فلوس لو مو فلوس؟ انا فوق فلوسهم اللي حاسبيهم بال 50 25 مثلا لك و25 من الحكومه ليقاسموك. شوف الاسم طالع هاي يمه؟ الاسم طالع منشور، شوف التاريخ ايش قد؟ تسلسل 17 بعد تسلسل، زين وينهن؟ عموما استاذه خلي رقم تليفونك هنا. يساوموك عيب، مع الاسف اللي يساوم، مع الاسف اللي يساوم امهاتك يساومون. تعال شوف يعني قول لي ما تمشي معاملتي؟ هاي خلاص مشكوره يمه، مشكوره الله يعزك والله يحميك. خلي رقمك هنا. السلام عليكم استاذ عزام. السلام عليكم. انا من ابو غريب من الحصوه نصر والسلام. انا عندي طيب كنت اداوم بالداخليه بي اس، ذبيت استقاله بسبب تهديد مناطقنا بابو غريب تدري، يعني لو هدم بيتك على اخوتك واحنا ست اخوه لو شو اسمه بطلت، ولحد الان ماكو لا شغل ولا عمل. زين وعندي الله وكيلك كان قلت لك بالحصوه بابو غريب عندي طفله مريضه حول بعيونها 800,000 ما اقدر اسوي لها عمليه، والدكتور وقع لي بعمليه وقال 800 عليك، قاعد لا شغل ولا عمل 800,000 والله العظيم هسه العصب مالها واقف 3.5 سنين عمرها. زين والدكتور اكرم مشرف بالكراده بساحه الواثق قال دبر 800 علي، وانا سويت مال رعايه قرض بمكتب القرض اول بارحة رحت صار 8 اشهر بمكتب ابو غريب بالعمارات السكنيه تابع للرعايه، سويت جبت مال رعايه قلت له يابا هذا مال شو اسمه، قال انت وين كنت فاتك القطار، سطيناهم وصولات واستلموا قرض، قلت له انا صار 8 اشهر انتم غير تخابرون، ورجع لي البطاقه وقال استلموا قرض عود انت على العجايات، وعندي هاي الاستماره الورقه مال المراجعه اللي هم كاتبين لي اياها. زين وهاي الطفله قلت لك 800 والله العظيم قاعد قلت لك يوم تشتغل كل شهر تشتغل عماله ب 20,000 يوم واحد زين 20 من تطيح المولد 30,000 يريد منك، وقاعدين هسه عند انا ولد عمي محروقين بالكرامه بابو غريب البارحه طق جابك هنا ايش عندك هنا؟ انا عندي مرضى ولد عمي ابن عمي وابنه طق عليهم عندهم معمل صغير مال البان طق عليهم الجدر ضغط ديفورون حليب وطق عليهم محترقه وهسه نايمين بالكرامه دار اروح لهم حالتهم خطره وشفتك وعبرت على كرامه هنا قريب علينا ايه؟ شلون وضع المستشفى الكرامه؟ والله ما هسه انا البارحه رحت لهم زين الوضع زين اي بس الولد قلت لك ابوه زين يعني حالته شوي بس ابنه حالته خطره حيل صحة وسلامة الله يسلمك وعندي هاي الطفلة قلت لك اريدها يعني 800,000 عمليتها خلي رقم هنا هو يطالب ب 800,000 على مود عملية عسى ولا على اكو استجابة يخابرونا ويفرحونا رحم الله والديك وهاي مال رعاية قلت لك ايش وقت ما هذا ويا ابو آية هو يتواصل وياك السلام عليكم السلام عليكم شلون صار الله يسلمك استاذ انا عندي اخوي شهيد راح بضحايا مال الارهاب الله يرحمه يرحم والديك وعنده معاملة وهذا الباج انطوني اياه فكل ما اراجع تعويضات ايش عجب يعني التعويضات يعني واحد جاي يفقد اغلى ما عنده ابن واخ وام سواني من 2006 هو احنا فقدناه اي
لحد الان ماكو تعويض؟ ماكو لحد الان، انا ما مشيت معامله لحد 2014 الا صار ولد وعان هسه اللي كفيل بيهم سبع جهال انا متحمل عليهم. ورحت للتعويضات كل شهر اراجعهم يقول لك شهر وتعال شهر وتعال. لا لا خلي رقمك اكتب تعويضات محافظه بغداد حتى نتواصل يعني. ان شاء الله ان شاء الله ممنون. اسوي لعلي يعني والله هي كل ما يقولوا لي راحت استخبارات وترجع. ما رحت مؤسسه الشهداء؟ رحت انا هم اعطوني هذا الباج راجع هسه انا جيت من المؤسسه هاي مال اللي بالسنك فقالوا لي شهر وتعال لنا. مؤسسه الشهداء لو تعويضات محافظه بغداد مال محافظه بغداد. والله شنو علاقه مؤسسه الشهداء اشرح لنا انا ما هي دمجوها اثنين سوا على اساس اي دمجوها اثنين سوا يعني عام التخصيصات كامله تصير وحده يعني مال فلا ينطون لا يقولون نيابة روحوا مالكم مال تعويض ولا هم شارعين قلوبنا رايحين رادين عليهم يعني هي السنة 12 شهر 6 شهر مراجعة و6 شهر تأجيل وهاي صار لنا من 2014 انا قدمت المعاملة لحد هسه 2018 السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك سلام. اخبارك؟ الله يخليك. مين انت؟ انا نازح من جرف الصخر. والله. شنو الاخبار؟ والله ما شفت عندي ابني مريض. هسه من عمود الرعايه سويت له راتب صار من 2016 لحد الان. في مريض ابنك؟ فشل بالنخاع العظم ياخذ دم وعنده الكبد والطحال تعب. يعني عوق ادى الى العوق. العوق. سجلت من 2018 ولحد الان ما داعي يطلع راتب كل ما اروح يقولون ها عود الموازنه ها عود روح عود احنا نخابركم واريد اناشد الوزير الشؤون الاجتماعيه ضغط الله يطلع راتب له لان انا صار ايش قد معاملتك من قدمته؟ صار من 2016 من شهر ال 11 صحيح كلامك هو من 2016 احنا رحنا حشينا بهذا الموضوع يعني احنا حتى لو تناشده هو يقول لك انا ما عندي تخصيصات من وزاره الماليه حتى اقدر اصرفها وبالتالي هذا مو عذر احنا مواطنين ان حق حق لنا حق يعني احنا علم الرغين بعد يوم بعد من يصير انتخابات تروح تنتخبهم وهاي شو تسوي؟ مشكور مشكور الله يعزك. بسم الله الرحمن الرحيم. شلونك؟ حياك الله يا مساعد. الحمد لله بخير ونعم. حاتم والله من محافظه الانبار مدينه الرمادي. الله ينعم. شنو الاخبار؟ والله زين الحمد لله. سمعت هاي المره شنو قالت؟ اي نعم. مو يعز علينا؟ اي نعم. صحيح هناك كمان تشوفون المحافظ؟ صعب تلتقون هناك بالمسؤولين؟ لا بالنسبة للمحافظ الأنبار يعني حتى شلون عمي؟ الفراش مالتهم ما حد يشوفه يشوف المحافظ هناك من يحكي وياهم عمي؟ ليش هو المحافظ غير بخدمة الناس؟ يا عمي أنا آسف قاطعتك. لا على راسي شرفك أستاذ علي. أستاذ علي احنا بالنسبة عندنا الدرجات الوظيفية. بالنسبة للدرجات الوظيفية جتي العام درجات وظيفية للتربية. وصلت الدرجات الوظيفية يعني عندنا مخلصين ماجستير دكتوراه عندنا يعني شهادات عالية لا أنا بالنسبة لي ما عندي بس عندي ولد عمي مخلصين ماجستير وهسه عم يبيعون طماطة بالسوق شنو ذنبهم؟ وين راحت الدرجات الوظيفية؟ الدرجات الوظيفية انباعت بيع وصلت شدة ونص الدرجة الوظيفية يعني عنده شدة ونص ما يرتعين ما عنده منين يجي؟ هو اللي عنده شدة ونص شو يسوي بالتعيين؟ افتح لي مشروع وهذا ولا بالشهر 300 و250 بلا والله وهسه عندنا بالنسبه لي انت ما متاكد صدق باعوهن؟ والله باعوهن يعني باعوهن بيع علني صار بيع علني بالنسبه للدرجات الوظيفيه قبل عندنا بالعراق كليته اللي درجات الوظيفيه ما تنسد حتى تطويع مال الجيش على الدفاع ما كان ينسد هسه انا السنه هاي سدوها فرد نوب بسبب الميزان ضعف الميزانيه عندنا هسه انا عندنا حشد شعبي على الحدود السوريه العراقيه عندنا شهداء صدق الشهيد من يستشهد قطعة أرض ما يملك بلده بلده هو يدافع عن بلده من جاي يضحي أنا جون هسه جو التقوا بينا شهداء من 2006 و2007 ولحد الآن ماكو مستحقات على مال من هو يدافع؟ يدافع غير عن بلده وعرضه؟ يعني قطعة أرض ما عنده ما يملك أصلا ما يملك بلده قطعة أرض هو هسه على الحدود السورية العراقية عندنا حشد شعبي ملايين الدولار يلا يلا مشكور 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 ارجع لك لا لا التقينا بيك التقينا بيك لا لا التقينا بيك وفسحنا لك لا 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 فسحنا لك المجال وتحدثت انه شكرا جزيلا الله يسلمك مين مين الشعلة منطقة الشعلة والنعم محمد حاله والنعم شنو اخبار الشعلة الحمد لله بخير بس ينقص الخدمات خدمات عندك الكهرباء مو زينه شو عجب يعني
تقريبا اغلب الامانه والبلديه موظفين من هناك من الشارع. الكبار كان امين بغداد من المنطقه. صحيح بس انا اقول لك عندك الخدمات عندك المجاري مو مضبوطه مو زينه. يعني ايام 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 الامطار وايام الشتاء المجاري كلها مسدوده، اضافه الى تنظيف الشوارع اغلب الشوارع هماتين مو نظيفه، الكهرباء ما مستقره. عندك الخط السريع، خط السريع من الشعله باتجاه البياع هذا الطريق كله مو نظامي، يعني مطبات هوايه، طسات هوايه، حفار، اغلب الناس قامت تتجه باتجاه الغزاليه وسببت اكثر من حادث، فهذا لازم يصير تاكيد عليه. حضرتك وين تداوم؟ انا موظف. نعم. والله والنعم من عندك والنعم. تحياتنا لاهالي الشعله الكرام. احنا يعني احنا بتصوير مستمر وزيارات متواصلة ودورية إلى الشعلة تستحق المتابعة، لأن فعلا أهاليها ضحى وانطوا شهداء، تعرضت لسوء الخدمات، تهميش، انفجارات، يعني للأسف. بس هاي الموضوع نأكد عليه. مشكور، تحياتنا إلى الشعلة، حياكم الله. احنا بسر نفسها المجال لآخرين حتى تفضل. عمي صار مرتين جيتك بالتاجيات وقلت لسجل اسمك على زوجتي العمليه. الله يخليك. الله يخليك. ذكرنا تفضل هنا بالتاجيات جيتك. قلت لك عندي المراه عمليه وقمت تبكي وقلت ابو صدقك همينا. لا العفو عمي الله، هذا الكلام احنا ما نقبل. الله يخليك. بروح الشهداء مال الشرقيه عينوني. قلت لي اخذك المدينه تطب لي هسه، انتظر صار شهر فوق راح يصير شهر، اخذت رقمه وكل شيء مال، وعندي مره بالبيت مريضه عمليه مال فقرات، وقلت لي انا اسويها وكيفت والله الله شاهد حتى تحلمت. لحظه عمي، احنا ما احنا 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 ناخذكم ونوديكم ونخليكم هذا 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 يعني بالاضافه الى هو عملنا الاساسي احنا ننقل صوتكم. بس اشرح لي شنو المشكله مال زوجتك؟ احنا نلتقي يوميا يعني بال يعني مجيتك اي والله وسجلت اسمي. زوجتي عندها فقرات انزلاق ما تقدر تمشي منها لنا، قلت لك ومحتاجه عمليه وما عندها رجال قاعد حواسي ومشغول بعماله. يوم اشتغلوا 10 ايام الله وكيلك ماكو، هسه صار 15 يوم قاعد انا. والحسين الشهيد البرهاني ما متعشي، لا انا ولا جهالي. زين واني بالعماله وعندي بس مريضه، كل شيء ماريد، لا مال لا فلوس لا كل شيء، بس وسوني عمليه وتكمل حتى اذا الله ياخذها مالته الحمد لله طمنت عليها. عندها جهال خمسه والله العظيم. الله اكتب رقمه هذا كل مره هم كتبته والله ما وظلت انتظرك والله وريدها من شاربك ومن الله عليك شهداء شرقيه بدم الشرقيه شهداء ضحاو تعيني وتوديني ان شاء الله. ابشر والله ارتوى جتك من كاظمي هم كاظمي من جتك بكاظمي هسه جتك بكاظمي اركض تدري لو لا. ابشر 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 عمي هات رقمك. السلام عليكم. احنا من انا من منطقه الدوره منطقة الخمسة دونم وين المجزرة مات اللحوم. عندنا شارع تقريبا صار له بالعشر سنوات، هذا الشارع هذا ما مبلط وفتحوا عليه أنبوب مال النفط، والمقاول مال شركة النفط مال الأنبوب ترك الشارع وإحنا عدلناه بدينا جبنا شفلات وعدلناه. أي إحنا المنطقة كلها وصار عدة أمرار. منطقة الدورة الخمس دوانم قرب مجزرة اللحوم مال مجزرة لحوم بغداد وين منطقة البعيثة ذيك المنطقة، وهذا الشارع يعني ما يتجاوز تقريبا حوالي كيلو أقل من كيلو وشوية تقريبا. شوف شلون وهاي المنطقة انقطع علينا المي من بتحول الأنبوب مال النفط كسروا الأنابيب مال المي، وهسه احنا المنطقة ما بيها لا مي ولا تبليط، ونريد نطرح الموضوع مالنا على أمانة بغداد أمينة بغداد، وإحنا من ضمن المنطقة مال أمينة بغداد. وهاي حياتنا لك. شكرا شكرا. بس شغلة واحدة بالنسبة للمتقاعدين، إحنا ناس متقاعدين، فالمتقاعدين كل العالم دا تاخذ سلف دا ينطون 3 ملايين، اللي راتبه من المليون وفوق ينطوه 3 ملايين، من المليون مليون واللي جوا دا ينطوه مليونين، فهاي السلفة شو يسوي فيها يعني؟ ومصرف الرشيد مصرف الرافدين ده يتبع السلف ده ينطي، بس مصرف الرشيد لحد الان منيم لهذا بانه مدير المصرف العام مال الرشيد ده يمنع السلف هاي
ما ندري، ما نعرف الشغله شنو هي، ما ندري المستفادين هم من وراها، ما ادري بعد. محظوظ يا ابو الرشيد والله كارثه والله العظيم. وقبل كانت بالعكس، ابو الرافدين فلسوا، هم فلسوا فلسوا، صعدهم اختلاسات وفلسوا مصرف الرشيد. السنه الجايه ان شاء الله راح تجي بمكان مصرف الرشيد، راح يجي مصرف النخيل، فراح تتعدل الامور. مصرف الرشيد هاي التعليمات، راح تجي بمكان مصرف الرشيد، راح يجي مصرف النخيل اللي هسه هو دايعينه، هو ديمونه. شلون عندك هاي المعلومات؟ نعم، مين جبت هاي المعلومات؟ المعلومات من قبل من الدار العمل المركزي. نعم. فهسه مصرف النخيل هو ديمون مصرف الرشيد، لان صارت اختلاسات عدوم. يعني موظفة واحدة اختلست 13 مليار، موظفة واحدة من مصرف الرشيد. فهاي راح اشتراه مصرف النخيل، اشتراه مصرف الرشيد. السنة الجاية راح في الأهلي لو حكومي؟ لا لا، هم أهلي، وكل أهلي ترى. هو مصرف الرشيد ورافدين شركة عامة، شركة عامة، شركة مستثمرة. شنو اختصاصك حجي؟ أنا إدارة واقتصاد. شنو عملك؟ عملي؟ كاسب. لا ما أريد لا موظف دولة ولا هاي. استدعوني رادوني وصدروا 3 أوامر إدارية، قلت لهم هيش حكومة فاسدة ما يشتغل بيها. شلونك يا رب؟ أخبارك؟ الله يسلمك، رحم الله والديك. هذا عندي ابني، هذا من أم عمره شهر وذبت علي، هسه صار عمره 5 سنوات، يعني طلقت وراحت البيت أهل. وعندي هذا هسه عندي، لا عندي مثل يعني علاج مثل أودي على مود عيونه، عيونه كلش تعبانه، يعني هاي نظرة. أبد ما راجعتي له؟ والله راجعت من الهيثم، يقولوا لي عملية. أنا ما عندي فلوس عملية، أنا قاعدة مرا إيجار، ويعني جدا مثل عندك. من أنتم من يوم منطقة؟ أنا والله جيتك من يوم علي الصالح، قاعدين أنا بالزراعي مال علي الصالح 400. شلونك حبيبي؟ تعال. شلونك عمو؟ يعني باوع باوع هنا، باوع باوع الكاميرا. شلونك؟ زين؟ هو شو بها عيونه؟ يعني نظارة درجتين ونص هاي عندي. لا بدون ما تشوفين. احنا راح حتى راتب، يعني راتب ما عندي، يعني وحالتي انا تعبانة الله شاهد بالقرآن. احنا هسه خلينا نهتم بعلاجه، خلي نشوف علاجه، نعرضه على لجنة أطباء بمدينة الطب. كان يقول لي من شاف الدكتور، قال لي ماما أنت شايفته شنو بي؟ قلت له لا والله ما شايفته، بس على مود نظري. مو ضربة الشمرة؟ قال لي ماما هاي ضربة الشمرة مأثرة على الدماغ مالته، أي يعني عنده ممول بالدماغ. قلت له أنا ما مراجعته، يعني ناخذ الراجع نشوف. أي يعني على ويا ريت ويا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ما الله والديك. السلام عليكم يما. شوك عيني. انتوا سوا جايين؟ هاي بنتي هاي. نعم. لا تعي تعي. شوية عن امك. استاذ انا شفتك بحي العامل. لا هي امك هنا. يلا. حي العامل. هسه جاي من حي العامل؟ لا نعم، ساحة الشهداء احنا بيها. نعم والنعم. ولعك ولقيت وياك هناك وقلت لك انا بنتي مريضة هاي. ايش بيها؟ هاي تقاريرها. ايش بيها؟ عندها عوق تخلف. والله. وما عندي اوديها يعني للدكاترة. وانا مريضة والله العظيم، الدكتور راتب علي 2,000,000 عملية. ما شنو؟ مال عندي فتوق هنا، انا مسوي 6 عمليات. صحة وسلامة يا يما. والقلبك الله يسلمك يا عمري، خذ ولعمرك. وهذا العنوان مال بيتنا، انا جيتك وما جيتني، ما خابرتني. يما احنا ناخذكم ويانا للطبيب؟ ما نسوي كشف عليكم؟ اي عادي. والله. احنا بهذه الايام احنا شوف، أنا قبل شوية جانا مواطن قال أنتوا قلتوا لنا ناخذكم ولحد الآن ما أخذتونا، احنا اللي نقول ناخذك مو اليوم، احنا نجمع مجموعة ونروح نزور لوزارات أو دوائر معنية، عليه احنا نخلي رقمكم وتنتظرون من عندنا اتصال، ناخذكم بإيدنا ونروح نعرضكم للجنة طبية، عسى ولعل إن احنا نساهم على الأقل بالعلاج. فدوي قلبك، أشكرك فدوي. شلونك؟ أخبارك؟ عمرها 34 سنة. والله والنعم. نعم. شو اسمك؟ زهور. زهور. انت احلى ورده. الله يسلمك. شرفتينا. انت الاحلى. شرفتونا ونورتونا. هذه اختنا يما ابو عاين. ابو عاين. السلام عليكم. يما شرفتونا. قلت لك قاعده ببيت خرابه تذكرني بالحي العامل. اي 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 والله عشان اسوي؟ قاعدين هو بالبوتاي مال يم التقاعد العامه. شفتك انا البارحه. هو هنا قاعدين بيت خراب والله، من يجيني الشتاء انا اروح يم بيت اختي لو يم صديقتي ابات، لان اخاف يوقع علينا. اي والله، واني ارمله وما عندي بس هالبنيه وابني وياي متزوج. الله يعينك يا يما. قلبك بدول عمرك. مشكوره زهور. مشكوره. اخت عزيزه، اختي العزيزه، الله يخليك. مشكوره. السلام عليكم.
والله مشاكل شفت؟ يعني امراه عراقيه تقول انا قاعده بصريفه بالشتاء اروح بيت اختي لو بيت صديقتي اخاف لا يوقع علينا البيت، يعني شو تسوي؟ السلام عليكم. السلام على قناه الشرقيه. والله العظيم يا استاذ علي تعبنا من وراء الهيئه هيئه النزاكه مال السيارات، السيارات الباص يلحقون بورانا بالبياع يلحقون بورانا، وين ما تروح باب الشرج يلحقون بورانا بالبياع. يكم شوك عليك 100,000 دينار تعطيه 25 يجيب لك السنويه. والله تعبنا من وراهم، حيل تعبنا نفسي. انت سايق؟ اي والله العظيم راح ابي. لا لا حبيبي، احنا كان المفترض هاي الحلقه نصورها بباب الجراج العلاوي، لان مشكله السايق ويا الهيئه والتقصير الواضح ويترجم البعض انه هو مقصود من وزارة النقل اتجاه المسافر والسائق. يعني هاي المشاكل اللي ما عادت تنحل لحد الان، مثل مشاكل جراج النهضة. بس انا اوعدكم انتم كل السائقين وحتى المسافرين نجي نصور بالقرب من عندكم حتى نسمع مشاكل. والله العظيم يعني ابيع السياره واروح ابيع مي بالسيطرات احسن لي من هاي الشغله، لان اشتغل من الصبح لليل ب 20,000 دينار يرجع ياخذهم منك. يعني انت طالع من الصبح تجيب العيشه يا قوه، هم حكومتك تعبانه وهم الدنيا تعبانه وهم منا الهوسه وفوق الدنيا انت جايب العيشه قوه تطير الهيئه. الله يرضى محمد يعني فوق ضيم الله يعني رحم الله والديك. اوعدك انا اجيكم والله العظيم، وخلوا كاميرات يا عمران حبوا شوفوا. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. الله يسلمك. الحمد لله بخير. على الله. مين؟ من بغداد السيديه. أريد بس أنا طالب سادس علمي، أريد أحكي على الظروف اللي صارت بينا في وقت الامتحانات. يعني بهذلونا بالامتحانات وخلونا نعيد ورا أسبوع، خلونا نمتحن ورا ما امتحنا بهالبهذلة وبالحر كبيرك الله بالقاع على هواء ماي حار يجيبوننا مراقبين مشددين علينا كل شيء هيجي بحيث يصلخوك. أريد أحكي هيجي بالقرآن بالقاع يصلخوك يلا يفوتوك، لا محفظة تشيل حتى المحفظة والهوية يشمروها بالشارع، لا تليفون لا هاي. وإحنا من مناطق بعيدة بسبب الغش. والله ماكو غش، وهم تلقى بن وزير شو منه غش عادوا لنا امتحان مال الإسلامية خلونا أسبوع نعيد ورا ما امتحنا طلعونا النتائج نصها غلط. يعني كلنا إحنا مجاوبين وكلها جاية 50-50 للرأس، وين أكو هيجي؟ لو واحد مأجل ما ممتحن جايته 90 ليش؟ يعني التصحيح ماكو اصلا. قاعده بالاستكشافات مال الحبيبيه، عندي ابني اخرس ورجلي يعني مفقود عايفنه، وعندي واحد مواليد 80 بالتدريب ما صدام وفت كليته ومات، وواحد انفقد. عندي بس واحد اريد له تكتك يعيشني، كل شيء ما اريد بس اريد له تكتك يعيشني. انا قاعده يخر علي حاره الدنيا مو مشكله، بس المهم العيشه قوة جاي ادبرها، وعنده طفل قوة جاي اجدي له الحليب. والله العظيم لا محشومه. يعني جيت هسه قوة عصرت نفسي من الاستكشافات مال الحبيبيه. بالشتاء يخر علي تعال شوفه، وبالصيف مأساة. المجاري طق علي والله العظيم يوم الجمعه نزحته والله العظيم، واني هاي اول مره اطلب طلب منك ومن سعد البزاز ومن رب العالمين يساعدني، لان ما لي مصدر عيشه. ابني اخرس واخاف اخليه يطلع منه ومنه، اخاف عليه. وواحد كليته وحده ذبها ووحده موجوده، بس اريد له تكتك بس كل شيء ما اريد. العيشه ادبرها. ام منو؟ انا ام حسين الاخرس. والنعم والنعم خلي رقمك. يعني عسى ولعل ان هي تقول انا صعب اقدر اعيش، صعب ان انا اقدر امارس حياتي اليوميه، تريد تعين ابنها وتطالب بتكتك. عسى ولعل ان اي شخص الأبواب مفتوحة والمنبر مفتوح ولنتشاطر نحن وأنتم من أجل مساعدة الناس. لا بأس إذا أنت تحس نفسك عندك خلي تساعد أنا وياك ونساعد هذول الناس، لأن على ما يبدو المعنيين يعني مشغولين. نعم أنا أخرتك. قول. السلام عليكم. عليكم. زين إحنا مو دولة؟ شنو الفرق بين الإمارات والكويت والسعودية وهاي؟ يعني هذا النفط مال العراق وما جاي يروح. يعني هذا اذا حصوا هذاك اللي حصوا هذاك اللي حصوا هاي. يعني انا باسمه جهنا انا وهاي الناس كلها تدري يا دوب اطلع 15 لو 20 زين لو الحمد لله وشك ما محتاج بس الا الله. بس انا شو اقول؟ اقول هذا النفط مالنا وين جاي يروح؟
نحن السعودية أحسن دولة، الكويت أحسن دولة، نحن إحنا أهل الخير وإحنا أهل البلد وإحنا كيش بدينا، نحن صرنا بالفقر، نحن وإحنا العراق إيش صار فينا، نحن صدام حسين ما خلى شيء ما وفره، لحظة موجودة كل شيء متوفر، زين لو لا؟ شكرا جزيلا، شكرا، خلص الوقت، خلص الوقت، باختصار أستاذ علي تفضل الله يجزاك الله خير. والله سيد محمد رياض محمود. والنعم. نعم حالك. تشتغل؟ والله بيع اقراص وحالتي تعبانه الله يشهد. وقاعدين والله العظيم اجار 4-500 الى 25. وهذا بالبيت الله يشهد جاء علينا البارحه يقولون شيلوا من هذا البيت اطلعوا، يعني احنا والله حالتنا تعبانه فرد مره ونرد من الله يساعدونا. السلام عليكم. انا تعقيبا على كلام الاخ، يعني احنا ايش نفرق عن دبي عن السعوديه عن قطر عن الكويت؟ يعني لوش انا شت باوروبا، لوش حقوقي تجيني كل راس شهر، لوش انا صار لي شهر هنا افتر على وظيفه يريد 4000 دولار ومن هنا الى هنا، ما رد نحكي شلون رد انت. استاذ علي في دول العين، السلام عليكم. اعرف تحيه لك والكادر كله الله يحفظه وسعد البزاز. الله يخليك. عندي رعايه ما رعايه سويتها من 2016 لحد الان ما طلعت، كل ما اراجع كل اسبوع. وين اهلك؟ بكويريش يم العلوم الرشيد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، كنا وإياكم مباشر على الهواء بقرب جراج العلاوي من بغداد الحبيبة. ها نحن باسم أهالينا الكرام نحييكم جميعا ونتمنى تحقيق كل أمنيات من ناشد وبادر بجرأة واحترام بمناشدة للمعنيين ولأخيه المواطن. ألتقي بكم باشر على حب الله والوطن.